جوانكا يسجلها يشعلها جوانكا والعمري العمري جول جول جميل لصالح نادي الوحدة. يتقدم الوحدة يتقدم الوحدة بهدف هنا في مرمى حارس المرمى الحارس العمري ويعلن عن تقدم عنابي والمقدمة عنابية والمقدمة عنابية. لمس على طول تاني كعب القدم حلوة يا سلام. ادي التحركات الحلوة في اي توقيت يعملها لك عبد الله رمضان يا ولد. حطيتها على طبق في البعيدة بقى في البعيدة بقى علامي. هو ده الجزيرة هو ده الجزيرة بتاعت الشورت باص وبتاعت تيكي تاكا. الله عمر تراوري عمر تراوري تراوري. بص انما شوف عبد الله رمضان اوعى توديه بعيد عن الحته دي يا فرانك ديبور يا راجل. هو ده عبد الله رمضان. شوف يحط الكوره على سجاده حاطط لك الكوره باص سوبر هاي هاي سوبر هاي هاي عمري العمري تسبب في ركله الجزاء. هو اسعد واحد في صفوف نادي الجزيره الان بعوده عن طريق اللاعب عمر تراوري للواحد واحد. اذا واحد واحد وثالث اهدافه في هذه المسابقه عمر تراوري يتقدم الان بمجموع لقاء الماتشين. لما شوف عبد الله ركله جميل وده هدف يعني كان من الاهداف الحلوه. تمشي على طول الكره خطيره الثاني للوحده. الله الثاني للوحده. الله 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 احمد نور الله الله ينور عليك يا راجل الله ينور عليك. يسجل هدف ثاني لصالح نادي الوحده. المباراه هتشتعل الان اللقاء هيشتعل والقمه هتشتعل والقيمه الكبيره المباراه الان الوحده يتقدم 2-1 2-1 الذهاب زي الاياب والاياب زي الذهاب لكن اللي هيفرق الحضور الجماهير. الجزيرة ادي كورة والهدف جميل يا ولد يا ولد. يسجل الجزيرة جول جول الجزيرة يسجل جول يسجل هدف ممتاز الجزيرة. الله 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 يا عادل الاوتار. الجزيرة يتقدم بروح البرونو بروح البرونو دي اوليفييرا. هدف ممتاز ممتاز يعود الجزيرة. شوف الجماهير شوف الحضور الجماهير 4-3 للجزيرة بالعشر لعيبة بالعشر لعيبة بالروح بالجرينتا بمعاودة لقاء نادي الوحدة أمام الوصل بالعشرة. يسجل فريق نادي الجزيرة الآن ويصل إلى 2-2 عن طريق البرونو دي أوليفييرا. يسجل هدف حلو قوي قوي جميل لصالح نادي الجزيرة ليعطي الآن وضعية. شوف الكرة وادي التماس وادي علاء الدين زهير. علاء الدين زهير بتلعب بالنار يا راجل بتلعب بالنار وحارس المرمى. شوف الروح الجرينتا شوف الروح والجرينتا خطأ مركب. علاء الدين زهير ما ينفعش يعمل كده كان لازم شلوت. عمل الكرة غريبة جدا نفسه تمشي الكرة تاني. علاء الدين زهير يلعب الكرة على طول تاني بالنسبة للوحدة في مباراة نارية خطيرة جدا. الله على العظمة الله على كرة الإمارات. الله أحمد نور الله 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 قولها للصبح يا راجل. الله 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 ينور عليك يا راجل. مش ممكن مش ممكن. الوحدة يعود الوحدة يعود والكبير يعود والكبرياء يعود والشخصية تعود والحضور الجماهيري يعود في ليلة حلوة في ليلة حلوة ليلة وكأن فاينل وكأن نهائي بطولة. والوحدة يتقدم 3-2 3-2. أحمد نور الله يتقدم بهدف تاني جميل لصالح فريق نادي الوحدة. هدف بص بص شوف الكرة خروج خاطئ جدا كارثي خروج فين 84-55 وجوانكا والعرضية. يا سلام الله هدف للعالم يا ولد على الوحدة. لا 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 شوف كعب الغزال اسماعيل مطر ليلة الكعب شفناها في الدوري الايطالي وبنشوف الكعب الجميل بتاع اسماعيل مطر. حدوتة حدوتة كل ما تكبر الزمن يخلينا نحبك اكتر يا سمعة كل ما تكبر الزمن يخلينا نحبك اكتر يا ابو السباع. لكن اي كورة واي وحدة بص شوف الكورة الاماراتية ليلة من الف ليلة وليلة جميلة 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 جميلة. كله رايح للمحبوب كله رايح للقريب والكل يعشق حاجة اسمها اسماعيل مطر. شوف اللقطة شوف الوحدة الوحدة بالتيكي تاكا يا حبيبي يا ولد يا ولد يا ولد. الله عليك يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر الدلع يا عمر سمعة بالهدايا وعمر خريبين لا يرفض.